نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بالناقد الرياضي محمد الديك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ حضرتك واهلا بالساده حضرتك والساده المشاهدين. الله يخليك. ايه الاخبار؟ ايه اخبار الصحافه النهارده؟ النهارده التركيز كله زي ما حضرتك اتكلمت في الانترو ان خلاص النادي الاهلي اغلق صفحه الملف الدوري الافريقي بايجابيات وسلبيات زي ما حضرتك اتكلمت، والاهلي رجع للبطوله المحببه ليه ولجمهوره، ويعني البطوله اللي الجماهير نفسها بتحبها وتكون سبب رئيسي انك انت تتشارك في دوري ابطال افريقيا اللي برضه البطوله المحببه والنادي الاهلي صاحب الرقم القياسي فيها. النهارده برضه التركيز زي ما انت حضرتك وحضرتك اتكلمت في الانترو برضه ان دي فرصه مستر كولر هيريح بعض اللعيبه. الفتره اللي فاتت كان في ماتشات متتاليه ورا بعضيها في حاله اجهاد عند بعض اللعيبه، وحضرتك ذكرت بعض الاسماء المعينه اللي بتشارك فتره طويله، فاداها بالنسبه له عشان ضغط الماتشات اللي اتكلمت فيه الاسبوع دوت في ثلاث ماتشات بالنسبه للاهلي اللي كانوا مؤجلين في الدوري. فالمستر كولر هيعمل تدوير زي ما حضرتك اتكلمت برضه، وهيدي فرصه لجميع اللعيبه للوقوف على مستواهم الفني، وبرضه كمان بعض اللعيبه العائدين من الاصابات، في عندنا ناس كتير راجعه من الاصابه، فالصحافه كلها بتتكلم على هذه القصه. برضه لو حضرتك اتكلمت وتفضلت في الانترو ان ماتش المقاولين ماتش مش سهل وبرضه مش صعب، يعني حتى تحديدا النهارده في صحيفه الاهرام اتكلمت ان الماتش صعب وسهل في نفس التوقيت. صعب ان هو جاي بعد، يعني مش عاوزين نقول خساره، بعد خروج من بطوله الدوري الافريقي، وسهل شويه نسبيا شويه زي ما حضرتك اتكلمت ان فرقه المقاولين برضو نتائجها مش دون مستوى، ده سلاح ذو حدين زي ما حضرتك برضو اتفضلت واتكرمت وقلت ان المقاولين العرب جريح، بس برضو عنده مدير فني كفء وعنده فرقه مميزه، والكابتن شوقي غير بيعرف يلعب قدام الفرق الكبيره. صحيح. وده حتى حصلت في الموسم اللي فات. صحيح. وقدم مستويات كويسه والله. والموسم ده كمان والموسم ده يعني حتى سوء الحظ شويه معاه، سوء الغياب يعني سوء الحظ بالنسبه له بتبقى مشكله، وكمان ده اللي خلى اداره المقاولين العرب كان في كلام انها هتمشي الكابتن شوقي قبل الماتش. ايوه طلعوا بيان رسمي ان هم يتمسكوا وجددوا الثقه في الكابتن شوقي غريب. هنبدا دلوقتي من الصحافه الاهرام. معانا في الاهرام اليوم الاهلي يبحث عن ذاته في عرين ذئاب الجبل بعد الخروج الافريقي. هم هنا كابتن اتكلموا على حاجه معينه. قالوا ان الخروج من الدوري الابطال الافريقي او من الدوري الافريقي هيبقى حسنه بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو هيريح شويه اللعيبه وهيخفف شويه الاجهاد عن الفرقه. ايوه الفرقه كمان حضرتك اتكلمت عن الدوري بعد كمان فتره الاجنده الدوليه، الفريق يستعد لمسابقه كاس العالم للانديه. مزبوط. ودي برضو بطوله بالنسبه لنا احنا او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي حقق الميداليه البرونزيه فيها اكتر من مره، فالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يطمح ان هو ان شاء الله يكون ليه نصيب في المركز الاول او المركز الثاني ان شاء الله بمشيئه الرحمن. هم برضو اتكلموا في قصه ان هيركز الاهلي في بطوله الدوري، لان حضرتك اتكلمت قلت الاهلي لعب ماتشين فقط. الاهلي ان شاء الله لو ربنا كرمنا ان شاء الله في الثلاث ماتشات الاهلي سوف يستعيد صداره الدوري الممتاز، وكمان نتائج الفرق الثانيه ساعدت النادي الاهلي في ان هو ان شاء الله يتخطى العقبه الفكره الخروج من دوري الابطال الدوري الافريقي سريعا ويركز في بطوله الدوري، وان شاء الله يستعيد الصداره ويكون في الصداره في ان شاء الله. والفريق يمكن يعد الفريق الوحيد هو فريق زد اللي ما تعرضوش لاي خساره حتى الان في مسابقه الدوري الممتاز. الجمهوريه برضو يا كابتن اتكلمت على فكره عمليه اعاده التدوير اللي حضرتك اتكلمت عليها. في برضه بعض اللعيبه يمكن هنشوف الماتش الاخير كان محمد هاني بيلعب اساسي فتره طويله، ماتش سان داونز كولر سحبه في نهايه في الذهاب سحبه، وده اكرم توفيق. وبرضه حضرتك اتكلمت فكره ان ابعاد اكرم النهارده بسبب المجهود اللي عمله في الماتش اللي فات. صحيح. فده برضه فكره هنشوف النهارده وجوه جديده زي كريم الدبيس، هنشوف برضه فكره علي معلول اراحه علي معلول. فالقصه كلها لعل مثلا الخروج الافريقي يبقى بالنسبه لنا يعني مش عاوزين نقف عندها كتير. بالزبط. تبقى بالنسبه لنا ايجابيه للقادم ان شاء الله باذن الله رب العالمين. برضه المصري اليوم بيتكلم الكابتن على فكره ان مستر كولر حرص على رفع الروح المعنويه لبعض اللعيبه. حضرتك احنا شفنا برضه اللعيبه بعد الماتش دخلوا في لوبه البكاء، وفي لعيبه برضه زعل طبعا زعل طبيعي طبعا. حاجه طبيعيه، وخاصه زي ما حضرتك اتكلمت وقلت يا كابتن ان اللعيبه عملت شوط اول نموذجي. صحيح. يعني حتى صحيح. الناس حتى الجمهور اللي كان موجود في الملعب صعبان عليه الخروج بعد الاداء المميز يمكن حضرتك اتكلمت برضه ان الماتش الذهاب في سان داونز ما كانش بنفس الاداء اللي كنا هنا في الاياب. صحيح. فده اللي عمل حاله زعل عند الجمهور وعند اللعيبه. مستر كولر قال للعيبه خلاص احنا صفحه واتقفلت
وان شاء الله لصالح الجماهير بالبطوله المفضله بالنسبه لنا، هتبقى دي بدايه الانطلاقه بالنسبه لنا. ويمكن يا كابتن برضو الحاجه اللي انا يعني مش هنقف عندها كتير، فكره ان هي بطوله مستحدثه، بطوله الدوري الافريقي. النادي الاهلي بيخش البطوله بيكون نفسه ان هو يبقى البطل، صحيح. بس الفكره برضو ان هو اللعيبه بتسعه، التوفيق من عدم التوفيق ده بتاع ربنا، بس انت بتعمل اللي عليك. احنا غاب عنا التوفيق الشوط الاولاني الماتش ده بصراحه. بالظبط، انت بتعمل اللي عليك. صحيح. انت بتعمل اللي عليك. وتوقيت البطوله كان صعب بصراحه بالنسبه دي حقيقه. صحيح. اليوم السابع برضو اتكلم ان فكره ان النادي الاهلي خد مكسبين، وان شاء الله هيحاول يكمل على الاستمراريه ويكون استمراريه بالنسبه له في الثلاث ماتشات المؤجلين زي ما حضرتك اتكلمت واتكلمنا، قلنا ان النادي الاهلي لو كسب الثلاث ماتشات دوت هيستعيد صداره الدوري ان شاء الله قبل التوقف الاجنده الدوليه، فتبقى برضه بالنسبه لك انت حتى على الاقل مستريح نفسيا بعد استكمال المنافسات، بعد ان شاء الله بعد عوده النشاط. الوفد اتكلم برضه ان فكره ان الاهلي استعد للبطوله للماتش النهارده بدون راحه في ظل ضغط الماتشات والاجنده بالنسبه للاهلي مضغوطه شويه، فالمستر كولر استعد للماتش دوت بدون راحه. موقع يلا كوره اتكلم يا كابتن على الفكر بتاع مارسيل كولر هيلعب ازاي. هو قال ان مارسيل كولر مش هيغير خطه الاداء بتاعته اللي هي 4-2-3-1، بس هو هيدي النهارده مهام هجوميه شويه للثنائي ديانج وامام عاشور، وخاصه ان هما الاثنين بيجيلوا في الحته الهجوميه ومعروفين كمان بتسديداتهم القويه خارج منطقه ال 18. هو ده توقع من يلا كوره. لا ده هم بيتكلموا. هم احنا ما اتكلمناش، احنا بنتكلم على حساب موقع يلا كوره. يعني هو يلا كوره ده توقع، يعني بيقول مثلا ان هو فكره هيبقى كذا. بالظبط بالظبط. ممكن برضه الفكر ده يتغير وفقا للتشكيله بتاعه المقاولين العرب وسير المباراه وظروف المباراه. الوطن يا كابتن اتكلمت برضه على 11 اللي حضرتك اتكلمت فيها، قصه ال 11 غيابات. الغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي لاما اصابات او لاما راحه اجباريه الكابتن مارسيل كولر كمدير فني مديها للعيبه، او عدم جاهزيه. بالظبط، او عدم جاهزيه او ايقاف زي ما حضرتك اتكلمت وكهرباء بالنسبه للقرار اللي طلع من لجنه المباريات. بالظبط، ده كابتن كده كل اللي عندنا النهارده في الصحافه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده، والنادي الاهلي يقدم مباراه كويسه جدا ويحقق ثلاث نقاط وتبقى بدايه لبطوله زي ما حضرتك اتكلمت في الانترو. دي بطوله والنادي الاهلي بيحب ان هو دايما يخش البطوله يبقى رقم واحد فيها، والبطوله بطوله الدوري تحديدا بتبقى فرصه زي ما قلت لحضرتك ان النادي الاهلي لو كسبها بيخش بطوله ثانيه، بطوله السوبر المحلي بتاهل لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي منها برضو بيكون تاهل لدوري السوبر الافريقي، واللي منها برضو بيخش كاس العالم للانديه، وده اللقب المفضل ليه. بالظبط، يعني لا، والنادي الاهلي صاحب الرقم القياسي، يعني انت بتتكلم في 43 لقب، واقرب منافس ليك يعني جاب كبير قوي بيننا وبينه، فهي البطوله يعني بطوله ان شاء الله تبقى فرصه قويه ان شاء الله من شاطر الرحمن يا كابتن. شكرا جزيلا لنا ديك وشرفتنا كالعاده. الله يخلي حضرتك. شكرا لك يا كابتن. شكرا للساده المشاهدين.